طيب عايزين هنجيلكم بسمه او تقولوا لنا كل واحده تقول لنا ايه اللي هي شايفاه بالظبط، وهل الراجل اللي مثله شريف سلامه في المسلسل الرائع شريف هو كده ولا اكتر من كده كمان؟ شايفه في عينيك يا عمر. هو ابدع، هو ابدع بدرجه ان اتكره بطريقه غريبه في الشارع. هو فعلا مثال كده بسيط جدا، احنا بنتكلم في حاجه ما بتحصل اكتر من كده بكتير، يعني الخطف خطف وتاخر وكذب بيعملوا اكتر من كده، قال لك طلبات مجرد العند، بيعملوا اكتر من كده في الام لمجرد العند. نقطه ان الام ممكن تكره الولد في باباه، انا معاكي حاجه زي كده وممكن تحصل، بس لما يبقى الابن شايف مامته بتقفل الاوضه على نفسها وتبقى منهاره من العياط ومنهاره من كل حاجه والبيت ما فيهوش اكل، لما يبقى الابن شايف مامته بال 12 ساعه راجعه مش قادره تقف على رجلها ومضطره انها تقعد معاهم تكتب واجباتهم وتذاكر لهم وهي فعلا يعني مقتوله وتبتسم في وشهم، هيقول ايه يعني ما توجعي قلبنا اكتر كده، انا فاضل لي جمله منك وهعيط. هي وصلت، هي وصلت الصوره، وصلت له غصب عنها، هي مش قصدها. نسمع وعلا واستاذ ايمان وكل الاساتذه طبعا مع حفظ الالقاب للجميع ونرمين ودينا وريم، لو احنا فاضل معانا دقيقه ونص، لو كل واحد فيكم هتقول جمله واحده توجهها لرجل ما من خلال شاشتنا هتقول له ايه؟ خليك رحيم لاولادك بس، اتقي الله. اتقي الله. انا بوجهها للريس، بص للستات يا ريس، انت شايف انت عامل كتير معانا بس محتاجين حبه كمان. انا بطالب بتغيير قانون الاسره سريعا سريعا سريعا، مفيش تواصلتي مع حد من بقى؟ انا بتواصل، انا بقالي 6 سنين بتواصل. بيحصل بامر الله للصالح. تعديل القوانين ووزاره الداخليه جاء المنوط بها تنفيذ الاحكام، يعني اتمنى يبقى في جهه متخصصه في تنفيذ قانون الاحوال الشخصيه وقوانين احكام النفقات ودعاوى واحكام القانون سليم ويتنفذ. لا في احكام سليم. انا بتكلم في المسكن دلوقتي، احنا عايزين مسكن لغايه ما ان شاء الله باذن الله القانون يتعدل بامر الله. اتفضلي. مبروك المسلسل مبدئيا طبعا. الراجل والست فكروا في الولاد، دول اهم. صحيح، ما هي الست بتفكر في الولاد دلوقتي بصراحه، بالعند عشان الولاد مع الراجل ممكن ما تفكرش في الولاد، فكروا في الولاد. بلاش عندي يعني، بلاش عندي. انت استاذه ورئيسه قسم، انت قلتي كلمه حلوه، وانا عايزه اضيف كست برضو على فكره، اتعاملي باصلك انت مش باصله هو. صح لا، وفي جمله حلوه قوي، لو كل ست بتعاني او كل راجل بيمارس الظلم او الافتراء على مراته او عياله بعد الطلاق، لو انت من جواك بتحب عيالك بجد وانت من جواكي بتحبي عيالك بجد اللي بتسعوا عشانهم عشان تجيبوا حقوقهم وتعلموهم وتربوهم ويتعالجوهم، لو انتوا من جواكم صحيتوا الحب الحقيقي ده، لازم هتوصلوا لوسيله تعامل تضمن مصلحه الاطفال، فلازم دي تصحى بشكل ايجابي وبشكل صحي، مش بشكل انتقامي او قاسي او في ضرر او في انتقام من الطرف الثاني. طيب انا بشكركم على انكم كنتوا ضيوف النهارده. عايزه اقول كلمه، الكلام ده هقول لكل فاتن وكل الست في مصر، كل فاتن خلي عندك امل وتحاربي عشان حقوقك، هتجيلك ان شاء الله. امل، فاتن امل. فاتن امل، حلوه يا امل.